دائما نقول الإنسان إذا عنده إرادة وأكونية صادقة يتحقق كل شيء. طبعاً إن شاء الله. ولو يحصل ولو نسبة يصير عنده نسبة إنجاز يعني الحمد لله تكون إن شاء الله مرضية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لك الخير والبركة موفقين إن شاء الله. شكراً جزيلاً. حبيبي الله. استاذ الخير ابو اياد خوي العزيز ابد ماك شو ابد وين عارفه ان شاء الله ايام ان شاء الله تصميم اساسي من شيته جيد عندي خطوات راح اتسابق ويا الزمن حتى اثبت وجودي تستاهل واحد يقدم خدمه سيدة تدري بنينوى